يا حبيبي هون ما في خطية، ما في رزيلة، ما في زنا، ما في موت، إلا بخيارنا بجهلنا. من الموت إلى النموت، من الخطيئة إلى الخطوة، كتب الزنا على جميع حواسنا. قال له ابنك حرام. قال له كيف؟ ما بعرف غير مرتي ومرتي معي صادقة. قال له تعشيت عند فلان رزقه حرام وزرعت بمرتك نطفة حرام. وهيك في صبية حبلت وسألوها، سألها بيا منين؟ قالت له من الشيخ. هيدا الشيخ يلي كلنا منحبه، هالشيخ المرشد العليم الحكيم هالخوري خلفت أخذوا هالطفل كبوا عبيبه. طلع هيك استقبل هالطفل، طلع فيهم وشكرهم، صاروا يرجموا الحجار، صار ياخذ هالطفل بيجيب حليب يرجمه. طعموني لهالطفل ما يحكي، ازداد سعداء. فلتكن فلتكن فلتكن. هالام بدها طفله، قالت له لبيا مش هو بيو، هيدا عبد الله جارنا. اجت كل الضيعه ركضت لعند الشيخ، سامحنا سامحنا سامحنا، نحن الغلطانين، دخيلك بدي قضيه الحقيقه يا بيو، بارك هالزواج واعطينا الطفل. حكي كلمه اعطاهن الطفل، بارك الزواج وكف الطريق. ما حكى قبل شو معطيهم. كيف فينا هيك total acceptance، لا يصيبنا الا بس هالطاقة البشرية اللي فينا، الفكر عليك كذاب حرامي لص، بس هيك من هيك قصص برجع بشوف ضعفي، بشوف يعني جهلي، وبشوف وبنسى الكرامات اللي الله عم يعطيني اياهم، وكل ما حكمت وكل ما هيك بتنقص عندي الكرامات، بتروح الطاقة. برجع بقول صوم التصحى، يعني مش انه منصوم عن الاكل لا ولا الطعام، منصوم عن الجهل، منصوم هالجهل اللي بيجيب خوف، اللي بيجيب. برجع بتذكر انت اقرب الي لحبل الوريد هون، ليه بدي اطلع لبرا؟ ليه بدي اسال غيري؟ ليه بدي احكم له؟ بتطلع بهالطبيعه، بتطلع بكل زهره، بتطلع بكل تياب، بكل كتاب، بكل ورقه. ان ترى الالوهيه في كل شيء، بالمجرم، لانه منه مجرم، عم بيلعب دور الشيطان، الشيطان عم بيفتش على الله. بالنتيجة كلنا بدنا نوصل، مين قبل مين مش مهم، ما بتطلع وراي، ما فيني غيرهم، اللي حد بتواكل وتتكل عليهم شوي هيك، نتواكل ونتكل ويلي قدامي يلي بمشي. ايمتى بوصل؟ ما وصلي هاللحظة عايشينه وبس.